السلام عليكم. اليوم لدينا درس في الرياضيات، الأعداد الصحيحة الطبيعية للمستوى السادس ابتدائي. لنبدأ. أهداف الدرس: تسمية وكتابة وتفكيك أعداد صحيحة طبيعية كبيرة، الملايين والملايير. تعرف دلالة كل رقم في عدد طبيعي كبير. مقارنة وترتيب وتأطير أعداد صحيحة طبيعية. أولاً لنبدأ بالعد بلغة الإشارة. الأرقام: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. والآن سنمر إلى الأعداد: عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة، أربعمائة، أربعمائة، ثمانمائة، ألف، مليون، مليار. نعم، لنستمر. النشاط الأول، إذن ماذا تلاحظ؟ هذه المجموعة الشمسية، هذه المجموعة الشمسية تتكون من الشمس ومن الكواكب: عطارد، نعم. لاحظوا جيدا، سوف أطرح الأسئلة. ما هي المسافة بين الشمس وعطارد؟ نعم، هي 58
مليون وخمسمائة كيلومتر. عفوا، هي ثمانية وخمسون وخمسمائة ألف كيلومتر بالإشارة. نعم، أكتب العدد داخل جدول العد ثم أكتبه بالحروف. لاحظوا أولا ما هو جدول العد. جدول العد يسمح بقراءة وكتابة وتفكيك الأعداد. نعم، وداخل جدول العد نلاحظ الوحدات والعشرات والمئات. إذن اكتب العدد داخل جدول العد ثم اكتبه بالحروف. إذن داخل جدول العد هناك فصل الوحدات البسيطة. ومع الوحدات البسيطة نلاحظ هناك وحدات والعشرات والمئات. ثم لدينا فصل الآلاف. ومع فصل الآلاف نلاحظ كذلك رقم وحدات، عشرات والمئات. ثم نمر إلى فصل الملايين ومعه كذلك وحدات، عشرات والمئات. ثم فصل الملايير ومعه الوحدات، العشرات والمئات. حسنا، الآن لكتابة العدد نبدأ من اليمين نحو اليسار. لاحظوا صفر 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 صفر، خمسة، ثمانية وخمسة. إذن نكتب العدد من اليمين إلى اليسار ونقرأه كالتالي. لاحظوا ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ألف. إذن ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف. نعم، نستمر. الآن لقراءة عدد كبير دون استخدام الجدول نجمع أرقامه ثلاثة ثلاثة بدءا من اليمين. لاحظوا مثال مثال. ثمانية وخمسون ألف ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ألف. الآن ما هي المسافة ما بين الشمس والأرض؟ نقرأ العدد. مئة وخمسون مليون
نعم، نكتبه داخل جدول العد بهذه الطريقة من اليمين إلى اليسار، ولقراءته نقرأ فصل الملايين 150 مليون فقط، 150 مليون. نعم، مثال آخر، المسافة ما بين الشمس وكوكب المشتري هي، لاحظوا العدد، نكتبه داخل جدول العد هكذا ونقرأه ب مليار و 425 ألف. أعيد، مليار و 425 ألف. المسافة ما بين الشمس وكوكب المريخ، نكتبها داخل جدول العد هكذا ونقرأها ب 225 مليون، 225 مليون. نعم، المسافة ما بين الشمس وكوكب زحل، مرة أخرى نكتبه داخل جدول العد ونقرأه، 780 مليون، عفوا أعيد، 780 مليون، 780 مليون. نعم، نستمر. الآن حدد رتبتي الرقمين 8 و7 في العدد. سبعمائة وثمانون ألف، عفوا مليون، سبعمائة وثمانون مليون. نعم، إذن العدد 7 و8 أولا نكتبه داخل جدول العد، ثم نلاحظ 8 هي عشرات الملايين، رتبة 8 هي عشرات الملايين. ثم نستمر، 7 هي مئات الملايين، رتبة الرقم 7 هي مئات الملايين. نستمر، الآن ما هو عدد الملايير في هذا العدد؟ لدينا مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون، إذن عدد الملايير هو 1، وعدد الملايين هو 1425. نعم، لنستمر. الآن سوف نقوم بتفكيك العدد، لاحظوا. إذن مليار وأربعمائة وخمسة
وعشرون مليون تساوي واحد مليار زائد أربعمائة وخمسة وعشرون وخمسة أربعمائة وخمسة وعشرون مليون. تساوي مليار واحد ضرب واحد مليار زائد أربعمائة وخمسة وعشرون ضرب واحد مليون تساوي بطريقة أخرى نكتبها هي واحد ضرب عشرة أس تسعة وأربعمائة وخمسة وعشرون ضرب عشرة أس ستة. المثال الآخر خمسمائة وواحد وعشرون وسبع خمسمائة وواحد وعشرون. سوف أتكلم بعد ذلك، سأقوم بالإشارة ليكون أوضح أكثر. إذن خمسمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفا. تساوي خمسمائة واحد وعشرون مليون زائد سبعمائة واثنان وثلاثون ألف تساوي خمسمائة وواحد وعشرون ضرب واحد مليون زائد سبعمائة واثنان وثلاثون ضرب ألف تساوي خمسمائة وواحد وعشرون ضرب عشرة أس ستة زائد سبعمائة واثنان وثلاثون ضرب عشرة أس ثلاثة. نعم، الآن سوف نقوم بترتيب الأعداد تزايديا. لاحظوا ماذا نفعل أولا، نقوم نلاحظ عدد الملايين. لدينا هنا الملايين والملايين، إذن سوف نرتبها ترتيبا تزايديا. أولا نلاحظ عدد الملايين، لاحظوا 58 108 780 و 225 ثم نرتبها أولا هكذا، ثم بعد ذلك نرتب الملايير. لاحظوا فنحصل على هذا الترتيب. لنستمر الآن، ما هو العدد الأكبر؟ العدد الأكبر هنا لاحظوا هو العدد على اليمين، أربعة ملايير وخمسمائة وخمسة عشر مليون. وبمعرفتنا لهذا العدد نستطيع الإجابة ما هو الكوكب الأبعد عن الشمس. الجواب هو نبتون. لنستمر الآن، ما هو العدد الأصغر؟ إذن هو العدد 58 مليون. وبهذا نجيب، الكوكب الأقرب إلى الشمس هو عطارد. نعم، لنستمر الآن نشاط تطبيقي. إذن أكتب بالأرقام الأعداد التالية. لاحظوا لدينا العدد
3,675,040. إذن لاحظوا جيدا الملايين وألف، ونكتب العدد هكذا: 3,675,040. نعم، لنستمع. الآن العدد الثاني: 35,053,075,075. إذا نكتبه لكتابة العدد، نلاحظ جيدا مليار ومليون، ثم نكتبه هكذا. نستمر النشاط الثاني، النشاط الثالث عفوا، دائما داخل النشاط الثاني سؤال آخر. سبعمائة وتسعة ملايير وثمانمائة وستة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة عشر. لدينا ملايير، أقرأ كم مليار، ثم مليون وألف. إذن أكتب العدد هكذا. مثال آخر: 4,570,025. اقرأوا العدد بالحروف: ملايين، مليون، ويكتب العدد هكذا. الآن نشاط ثالث. إذا حدد رتبتي الرقمين 5 و7 في كل عدد من الأعداد التالية. إذا في هذا العدد نكتبه داخل الجدول، ولاحظوا 5 وحدات الملايير و7 عشر مئات الآلاف. إذن 5 وحدات الملايير و7 مئات الآلاف. لنستمر، نفس السؤال عدد آخر. إذن رتبة العدد 5 هي المئات، ورتبة العدد 7 هي مئات الملايير. نشاط 4، رتبي الأعداد تزايديا ثم تناقصيا. لاحظ، إذن نلاحظ الأعداد. إذن أولا نبدأ أولا بالألف. لاحظوا، نقوم بترتيب أعداد الألف هكذا فنحصل على الترتيب هكذا. ثم بعد ذلك نلاحظ الملايين. ونرتب الأعداد هكذا. بالنسبة للترتيب، الترتيب تناقصيا نكتب عكس ما وجدناه في البداية، ونحصل على الترتيب هكذا. نعم، الآن اكتب تأطيرا للعدد 1654.
باستعمال عددين صحيحين طبيعيين ينتهيان بثلاثة أصفار ثم بصفرين، ثم أكتب أدق تأطير للعدد. لنستمر. إذن ألف وستمائة وخمس و ألف وستمائة وأربعة وخمسون، إذن ألف وفي الجهة الأخرى ألفان، لدينا ثلاثة أصفار. ثم تأطير العدد بعدد ينتهي بصفرين. لاحظوا 1654، هنا لدينا 1600، والعدد الأكبر لدينا 1700. والآن سوف نعطي تأطيرا أكثر دقة. لاحظوا العدد الأصغر 1653، والعدد الأكبر 1655. إلى اللقاء.